السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض المهلبية بس بطريقة جديدة، اللي هي الطريقة التركية. احنا المفروض الطريقة المصرية المعروفة بنعمله بالنشا، احنا المرة دي هنعمله بالنشا وبالدقيق. المكونات معانا هتكون ايه؟ لتر من الحليب، ويفضل يكون كامل الدسم، فانيليا طبعا، ومعانا هنا كيس كريم شانتيه اللي هو دوت، انا ضربه جاهز عليه فنجان صغير من المية وضربته كويس جدا، ومعانا نص كوباية سكر. سكر طبعا حسب التحلية اللي انتوا بتحبوها، لو عايزين تزودوا معاكم نص كوباية او كوباية الا ربع او كوباية يعني حسب ما بتحبوا. ومعانا نص كوباية من الدقيق وربع كوباية من النشا ومعلقة كبيرة من الزبدة. هنعمل ايه؟ تعالوا على البوتاجاز هنعمل ايه، نشوف هنعمل ايه مع بعض. في الحلة بنات على النار سخنة هنحط نص كوباية السكر. احنا عايزين هنا نعمل كراميل، وطبعا عارفين الكراميل بتعمل ازاي، احنا عملناه مرة قبل كده. هسيب السكر لحد ما الحراف تتكرمل معانا خالص، وبعد كده نهدي النار عليها ولحد ما السكر اللي جوه كله يدوب ويتكرمل، وهنشوفه مع بعض. وكده بنات السكر من الحراف اتكرمل معانا، زي ما احنا عارفين ان الكراميل اللي احنا ما بنقلبوش، بنحاول بس نهز الحلة كده ونسيح الكراميل بالراحة خالص، عشان لو قلبناه ممكن يرجع يسكر معانا ويعمل تكتلات من السكر. هسيب اللي في النص دوت كمان يتكرمل. وبكده بنات الكراميل بقى جاهز معانا، والدرجة دي حلوة قوي، اللي عايز يغمقها اكتر من كده يغمقها، بس خلوا بالكم بس عشان الكراميل بيتحرق بسهولة جدا وبيعمل طعم شياط مش حلو خالص، فانا الدرجة دي انا هستكفى بيها. الخطوة اللي بعد كده هحط معلقة الزبدة اللي معانا بالراحة جدا عشان ما تغطشنيش. وبعد معلقة الزبدة مساحت هانزل باللبن، بس في الوقت ده بنات هوطي النار خالص واخلي بالي جدا، بسم الله بالراحة جدا. بصوا يا بنات السكر اتجمد معايا ازاي، ما تخافوش في التقليب كل ده هيفك. وبكده بنات بعد ما السكر داب معانا خالص هكمل باقي اللتر الحليب. وقبل لتر الحليب ده بنات ما يغلي هعمل ايه؟ هنزل بالراحة جدا بالدقيق بتاعي، بنزل بايد وبقلب بالايد التانية عشان ما يتكتلش معايا بالراحة كده. وكمان يا بنات هنزل بالربع كوباية النشا برضو بنفس الطريقة، بنزل بايد وبحرك بالايد التانية عشان ما يكونش في اي تكتلات. ولو في اي تكتلات يا بنات ما تخافوش، ممكن تضربوا التكتلات دي كلها بالهاند بلندر لو عندكم يعني، او نفضل نقلب كده ونحرك كويس جدا كل التكتلات هتروح. وطبعا ما ننساش رشة الفانيليا، هو كده كده الكراميل بيبقى طعمه حلو جدا في المهلبية او في اي حاجة، بس برضو رشة الفانيليا مهمة. وبكده بنات المهلبية بتاعتنا بقت جاهزة معانا، لسه باقي عندنا مكون اخير اللي هو ايه؟ اللي هو الكريم شانتيه الباكو اللي احنا ضربناه في الاول خالص. كده المهلبية بتاعتنا غليت كويس، لازم تعمل كده بنات عشان بس طعم الدقيق ما يكونش باين فيها، واساسا الكراميل هيضيع اي طعم حاجة تانية، بس برضو احتياطي عشان بس ما نتضايقش من طعم الدقيق. في اللحظة دي خلاص هي بقت جاهزة معايا، هطفي عليها وهضيف معلقة الكريم شانتيه اللي احنا ضربناها مع بعض في الاول. هي دي بنات التركة اللي بتدي طعم مختلف جدا 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 وغني جدا جدا. محدش يقول لي انا ممكن اضيف باكل كريم شانتيه كده من غير ما اضربه، لا حقيقي الطعم مختلف، ده بيدي طعم حلو قوي. بصوا ده بسرعه جدا لان المهلبيه بتاعتي سخنه. وكده بنات بعد ما الكريم شانتيه بتاعنا داب معانا في المهلبيه خالص خالص،
كده المهلبية بتاعتنا بقت جاهزة. هنعمل ايه؟ هنغرفها في اي كاسات احنا حابينها، يعني في كوباية، في كاس، في بولة، اللي انتوا عايزينه. بس انا عايزاكم تشوفوا القوام بتاع المهلبية بتاعنا. شفتوه حلو ازاي؟ وبكده بنات بنغرف اخر بولتين معانا. عايزه اقول لكم من لتر حليب واحد بس حقيقي طلعت كميه كويسه جدا 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 من المهلبيه، يعني الموضوع مش مكلف خالص، وعملنا طعم جديد وشكل جديد بحاجه بسيطه. كل التكلفه اللي عندنا هو باكل كريم شانتيه، واللي مش عايز يحطه ممكن ما يحطوش، هو بس بيدي غناوه وطعم، ممكن نبدله بقشطه لو عندنا قشطه. يعني الموضوع بسيط جدا. وعايزه اوريكم المهلبيه بتاعتنا بعد ما تبرد والقوام بتاعها هيكون عامل ازاي. وكده بنات بعد المهلبيه ما جهزت معانا وبردت شويه، هي لازم تبرد الاول بعد كده بنحطها في التلاجة. انا لسه ما حطهاش في التلاجة، بس كنت حابه اوريكم القوام بتاعها قد ايه هي ناعمه جدا. بصوا بنات، بصوا كمان واحدة قد ايه هي ناعمة جدا وهشة جدا. ده بسبب الكريم شانتيه اللي احنا حطيناه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واللي يعجبه الوصفة يقول لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.